الاهلي عنده دوري ابطال افريقيا في كره السله، وكان في كلام على تدعيم الفريق، هل ده هيتم؟ هو تم بالفعل اوريدي، في لاعب من جنوب السودان اوريدي بيتدرب مع الفريق، وفي لاعب تاني المفروض ان هو هيتم الاعلان عنه خلال 48 ساعه ان شاء الله. ده منين يعني؟ من اوروبا؟ ما هنعلن، هنعلن بنقفل بس العقود. يعني هو جاي جاهز على طول هينضم. ان شاء الله. جنوب السودان ده تحت الاختبار يعني؟ لا لا، جنوب السودان ده اتمضى ومجلس الزراعة اعتمده، واللاعب جه ووصل وعرض الكشف الطبي ده كان بيلعب فين؟ في انهي دوري؟ بيتمرن في جنوب السودان، بيلعب في جنوب. هم مميزين جدا على فكرة في كرة السلة. لا مميزين جدا. ده بيفوت بقى ولا لا؟ لاعب لاعب كويس. ده مركزه ايه بقى؟ مركز أربعة. ارتكاز؟ أربعة ده اللي هو ايه؟ ده ارتكاز طويل يعني، ارتكاز ولا جناح؟ هتلاقي لها طويل. سيادة الوزير، دايما الناس عندها احساس ان في حساسيات بين الاهلي وبيراميدز، ودايما بيراميدز بيعمل تصعيد قبل مباريات الاهلي، ورغم كده شفنا امبارح ممر شرفي، وشفنا الاهلي يعني بيقوم بكل الاجراءات اللي يعني بتنم عن شخصيته. ايه تفسير حضرتك للحساسيات اللي بنشوفها كتير دي، او تصدير الاحساس ده للجمهور؟ لا يعني يمكن بس عشان في فترة معينة بس كان فيها يعني نوع من انواع الـ يعني الـ شد وجذب، يعني ده او بعض اللعيبة اللي اتنقلت من النادي الاهلي وراحت، يعني ده بس ممكن يكون ليه نوع من الانواع الاثار عند الجمهور. انما عند الاداره، لا، الاداره بتتعامل باحترافيه شديده، بتتعامل مع على الارض، يعني مش بتتعامل في اي موضوع ممكن يثير مشكله او اي حاجه. المجلس الاداره ما بيفكرش بالطريقه دي خالص. يعني المجلس الاداره بيفكر ازاي يبقى فرقته كسبانه، ازاي يبقى الامور مميزه. يعني هل نفهم ان ممكن يكون في تواصل بين اداره الاهلي مع اداره بيراميدز لاي سبب كان، بيحصل مش تواصل؟ بالضروره يبقى في تواصل، انما في احترام. يعني انا بتعامل، انا في حالي انا بشتغل على ان انا ارفع من كفاءتي. يعني اقصد فيك يعني ممكن يحصل صفقات، ممكن تحصل حاجات بين الاهلي، وارد ان ده يحصل ولا المساله دي صعبه؟ والله بص، يعني خليني يعني عشان اكون واضح، يعني انا لان الكلمه محسوبه. تمام. وانت يعني انت نائب رئيس النادي اللي بيتكلم، فالكلمه محسوبه. تمام طبعا. قطاع الكوره كقطاع كوره ليه ناس بتديره. يعني عندنا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. طب اقصد ليس هناك ما يمنع. انما خلينا اكون على الارض واضح، السياسه نفسها ما فيهاش ثوابت. يعني تمام. يعني ده شغل، ما فيش حاجه تمنع يعني، ما فيش حاجه ثابته، ما فيش حاجه ثابته على اي حاجه. تمام. النهارده الناس بتختلف، وبكره الناس بتتفق، والناس بتشتغل، والناس بتتحرك. تمام مظبوط. وهكذا متغيرات طول الوقت. في متغيرات، وفي ده اهم جزئيه، حاجه واحده بس، انك عشان تعمل اي متغيرات تكون انت وانت بتتعامل في مواقفك الصعبه حافظت على الاحترام عشان المتغيرات دي تمشي. تمام. انما لما بتخش بيبقى فيه جزئيات تانية بتبقى فيها، بيبقى صعب الدنيا تتغير. دي حقيقة. تمام. دي حقيقة. طب يا فندم، خد بالك انت فرصه، انت معايا فانت ما تستحملش. وبرضو ارجو ان كلامي ده ما يتفسرش يعني بانه في صفقات او لا، انت عارف بتتكلم بشكل عام. ولا كمان يتفسر على اسماء بعينها، لا لا لا، الكلام ده ما انت بتتكلم بشكل عام. ايوه بالظبط. تمام.